الطاكسي المخفي هو فيلم جزائري كوميدي تم إنتاجه عام 1989. صورت أغلب مشاهده في مدينة بوسعادة والشطر الأخير منه في الجزائر العاصمة. قام بدور البطولة كل من عثمان عريوات وردية ويحيى بن مبروك. شاهد كيف أصبح أبطال هذا الفيلم. قبل أن نبدأ، هناك قناة ثقافية بامتياز، صدقني تستحق كل تلك 5 ثواني من وقتك. لا تنسى أن تشترك بها، ستجدون رابط القناة أسفل الفيديو. بسم الله نبدأ الرحلة. عثمان عريوات بدور محفوظ عمره اليوم 73 عاما. يحيى بن مبروك بدور الكلونديستا، توفى سنة 2004 في عمر 76 سنة. حمزة فيغولي في دور قويدر، عمره اليوم 83 عاما. عتيقة طوبال عمرها اليوم 55 عاما. رشيد فارس توفى سنة 2012 في العمر 57 سنة. عنتر هلال. أبو جمال توفى سنة 2017 في عمر 77 عاما، رحمه الله. عزيز ديغا توفى سنة 2019 في عمر 74 سنة، رحمه الله. وردي حميطوش توفيت سنة 2019 في عمر 60 سنة، رحمها الله. الممثل عزيز عتيق توفي سنة 1997، رحمه الله.